اليوم بدنا نحكي عن الوايت بالانس، ايش بعمل وشو استخداماته. هلا هو حل لمشكله، فخلينا احنا نعرف شو المشكله حتى نفهم شو هو الحل. وظيفتك كمصور لما تيجي انت تصور مشهد او صوره انه تطلع الالوان فيه صحيحه 100%، ممتاز. هلا في بعض الاشياء اللي ممكن تاثر على الوان المشهد او الصوره، منها مصدر الاضاءه اللي بضوي فيه المشهد. فلنفترض مثلا انه انت هلا ضاوي المشهد بمصدر اضاءه بيستخدم لمبه التنغستون، راح تلاقي انه المشهد كامل صار قالب على اورنج. طيب هاي مشكله، شو الحل؟ الحل انه انت تسحب هذا اللون الاورنج من المشهد. في طريقتين، في طريقه عن طريق الكاميرا مباشره، وفي طريقه عن طريق الايديتنج في برنامج الايديتنج زي الفوتوشوب، البريمير، افتر افكت، دافينشي ريزولف، بغض النظر عن برنامج المونتاج اللي انت بتستخدمه. فخلينا نحكي عن بعد التصوير. نفترض انك غلطت وصورت المشهد كله قالب اورنج، شو بدك تعمل بالإديتنج؟ بدك تروح تحكي لبرنامج الإديتنج انه شوف لي شو اللون الطاغي الزيادة، مثلا في عندي 10 درجات أورنج زيادة، روح نقص لي اياهم من كامل المشهد. طب هاي كيف بتصير؟ بدك تختار واحدة من الأدوات الموجودة، رح نحكي اسمها بعدين. هاي الأداة بتحسب كمية اللون الزيادة، لكن مشان تستخدمها صح لازم تفرجيها مكان ما فيه أي لون، أو ممكن نحكي من ناحية مصطلحات مصممين زيرو ساتوريشن، انه ما في ساتوريشن نهائي. فاحنا ممكن نستخدم الابيض او السكني او الاسود، بغض النظر درجات السكني بشكل عام. فانا مثلا بالمشهد حاليا موجود عندي قميصي هيو ابيض جاهز، فانا باخذ هاي الاداة وبكبس على قميصي، بيجي البرنامج بحلل والله بقرأ شايف انه في 20 درجة اورنج زيادة، فمشان يصحح الخطأ اللي موجود عندنا بالمشهد بروح بنقص 20 درجة اورنج من كامل المشهد، فبتصحح المشهد عندنا. هاي الاداة او هاي العملية بنسميها الوايت بالانس اذا استخدمنا الوايت، او الجراي بالانس او البلاك بالانس بغض النظر، المهم انه احنا وازننا اللون المحايد، تمام. لكن الاكثر استخداما وشيوعا اللي هي كلمة وايت بالانس، ميزان اللون الابيض. فهيك قرأت انا شو اللون الزيادة وصححته، هاي عن طريق برامج الايديتنج. هلا عن داخل الكاميرا في مجموعه اوبشنز جاهزه لمصادر اضاءه احنا بنستخدمها كمصورين، مثلا اللي هي داي لايت اللي هو التصوير بعز الشمس المباشر، يعني ضوء الشمس مباشر جاي عليك، فانت بتحكي للكاميرا انه انا بصور بضوء الشمس، لا تصحح اي شيء، خلص خليكي زي ما انت، تمام، ما في عندي خطا بمصدر الاضاءه. هلا ممكن لما انت تصور بخارجي بالشمس لكن الجو غائم، هاي بنسميها كلاودي، وهنا بيكون في واحد من الوان الطيف درجاته ناقصه شوي، فبنضطر انه نصحح الوايت بالانس. في اوبشن ثاني اللي هو الشيد، انه انت بتصور برا لكن انت موجود بمنطقه الفي، هاي بيكون فيها شويه ازرق زياده، فكمان تتصحح بالوايت بالانس، بدك تحط انه انت بتصور بالظل بالشيد. في اوبشن اللي هو حكينا عنه اللي هو التنغستون، التنغستون بفهم الكاميرا انه انا والله عندي المشهد كثير دافي فلازم اصحح الوايت بالانس. وفي عنا الفلوريسنت كمان انه بيفهم انه في ازرق واخضر زياده، وفي عنا الفلاش اللي احنا بنستخدمه اللي هي تقريبا كل مصادر الاضاءه البروفيشنال اللي بنستخدمها بالاستوديو، اللي هي الوايت بالانس تاعها بيكون مكتوب عليها انه فلاش. وفي عنا الكاستم راح نحكي عنها لبعدين، اللي هو استخدام الكلفن او درجه حراره المصدر الاضاءه، لانه التنغستون احنا بنحكي عن 3200 كلفن، في لها درجه قياس راح نشرح عنها بفيديو لاحق. اذا انت عم بتصور بضوء الشمس المباشر 5600 كلفن تقريبا، اذا انت عم بتصور مثلا على 8000 كلفن راح تلاقي المشهد كثير صار بارد. يمكن تتلخبط انه الكلفن عكس درجة حرارة الصورة، بس راح نحكي عنها بعدين فيديو لاحق. فهاي هي الكاستم اللي هو انت من عندك بتحط الوايت بالانس، لكن يفضل بشكل عام انا عن طريق استخدام الشخصي اذا عم بستخدم اضاءة استوديو بروفيشنال بستخدم فلاش، وبرجع بعمل وايت بالانس بالإديتنج بعدين حتى اتاكد انه طالع معي 100%. هلا في عندنا كمان مشكله ثانيه خلينا نحكي على السريع، اللي هو ممكن انت المكان اللي انت مفكره محايد بعينك يمكن ما يكون محايد. فمثلا انتم شايفين انه القميص عندي والله ابيض زيرو ساتوريشن، بس بحب احكي لك انه فيه شويه بيج او فيه شويه اورنج، وهي مشكله راح تصير معنا اذا عملنا له وايت بالانس. فشو الحل؟ اللي هو نستخدم اشي جوا المشهد من المصنع جاي زيرو ساتوريتد او محايد 100%. ممكن نستخدم إشي اسمه جراي كارد، واللي هي بتلاقيها لوحة بيمسكوها المصورين أو بالأفلام، أو أنا منه عليه بستخدم إشي اسمه كولر تشيكر، اللي هي فيه بتلاقي بس صفحة بيضة راح تنتبه إنه هي مختلفة شوي عن لون قميصي. هاي أنا هلا بصور مشهد فيديو بحطها بس هيك 3 ثواني، بعمل ريكوردينج ما بنبلش أي إشي بالفيديو، بعدين بروح برامج المونتاج باخذ أداة الوايت بالانس وبكبس هنا ولحاله بصحح الوايت بالانس اللي موجود عندي بالمشهد كامل. بس اخلص منه بسكره ومنكمل الفيديو،
يلا 3 2 1 ومنبلش فيه. اتمنى انكم استفدتوا من هذا الفيديو ووضحت المصطلح على السريع. اذا عندكم اي اسئله او مصطلحات حابين اشرح عنها بالفيديوهات الجايه تقدروا تبعثوا لي على الفيسبوك او الانستغرام leo.hamati. وتذكروا دائما احبابي انه كل شخص فيكم مبدع بس بطريقته الخاصه. يعطيكم العافيه.